نستعين مشاهدينا ومتابعينا الكرام، نتواصل مع حضراتكم مع انطلاقة الشوط 11 الخاصة بفتى الإبكار الحقائق من مسافة 3 كيلومترات، حاملة لهذا التحدي ومرحبة بهذه الشعارات، شعارات أبناء القبائل المتوافدة هنا في عاصمة ميادين السباق ميدان الوثبة لسباقات الهجن العربية الأصيلة. أسير مباشرة إلى المركز الأول وهنالك الذيبة على الانطلاق الأول والاندفاع الأول، الرياض بن ثامر السعدون من يتواجد على صدارة هذا الشوط، بينما التغيرات هنا والانطلاق على المركز الأول وصلت ضجة غانم بن محمد بن زايد الخيارين. إذن مقدمة الشوط هنا وصلت الشاهنية محمد بن فرج بن محمد المحيربي، يأتي هنا على الانطلاق الأول والاندفاع الأول. ننتقل مباشرة إلى ثاني التحديات، الذيبة رياض بن ثامر السعدون متواجد على ثاني التحديات المركز الثالث. هنالك شعار راعم طيله وصل مع الناير في هذه اللحظات، يتقدم مشاهدينا ومتابعينا الكرام علي بن سالم بن سعيد المسافر يصل على المركز الثالث. المركز الرابع، المركز الرابع مهمة، جمعة بن سعيد بن راشد المهيري وصل على المركز الرابع وخامس التحديات. هنالك غنادير مبارك بن حمدان بن غانم الفلاحي وصل على المركز الخامس. خمسة نجوم، خمسة عمالقة، خمسة أسماء مميزة نتابع. هنالك على المركز السادس يا سلام وصلت سمحة سالم بن حمد بن سلطان بن نابت المنصوري، بينما المركز السابع سابع التحديات وصل شعار المسند بدأ يتقدم مع هذا الانطلاق الجميل، ورمان أحمد بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله المسند وصل شعار الرميثي، يصل هذه اللحظات وينطلق مع هذا التقدم الجميل. مزنة سعيد بن مطر بن محمد الرميثي يصل على المركز الثامن. المركز التاسع مشاهدينا ومتابعينا الكرام، ناصية سعيد بن عبد الله بن أحمد الظاهري، وعاشر المراكز هنالك تتواجد حدث محمد بن عيسى بن محمد المنصوري ابو عيسى وصل الان مع هذا الاداء ابو فنوشه يا سلام، وايضا شعار البطين مع العماله علي بن حمد بن علي البطين المري وصل في هذه اللحظات. مرحبا بك هي البطين من بدا يتقدم، ولكن عودتنا الى مقدمه الشوط الكيلو الاخير، الكيلو الخطير، كيلو التحديات وشعار المسند على المركز الاول، المسند على مقدمه الشوط، رمانه هي رمانه احمد بن عبد الله المسند، وايضا هنالك حدث محمد بن عيسى بن محمد المنصوري، وايضا شعار الرميثي، وابناء الخزنه، ابناء الخزنه ينتظرون هذا الناموس المميز وعاشق سلاله المختبر. يا سلام مقدمه الشوط المسند، المسند بدا يظهر بالظهور المشرف على الصداره على المركز الاول، وايضا هنا الوصول من ثقه راشد بن طالب بن راشد بن شريف المري وصل في هذه اللحظات في اول نداء لهذا الشعار. المركز الثاني هنالك مهمه، جمعه بن سعيد بن راشد المهيري يتواجد على المركز الثالث، بن شريم على المركز الثالث هنا ورابع التحديات، الاسم الواصل، الاسم المنطلق، يا سلام تقدمت الان وانطلقت حدث محمد بن عيسى بن محمد المنصوري، ولكن نعود المسند رمانه رمانه حدث رمانه، يا سلام مهمه مهمه وحدث ورمانه رمانه ومهمه وحدث، اللحظات الاخيره المسند، المسند مع رمانه رمانه احمد بن عبد الله بن احمد بن عبد الله المسند للمره الثانيه، سلام يا الشحاني يا سلام على هذا الاداء الجميل. المركز الثاني وصلت مهمه جمعة بن سعيد بن راشد المهيري، وثالثا حدث محمد بن عيسى بن محمد المنصوري المركز الرابع. زمايم للسيد محمد بن راشد بن سويدان بن حضير، ام هنالك الوثبه سالم بن عامر بن علي العامري، بينما المركز الخامس وصلت ثقه راشد بن طالب بن شريم المري. تهانينا والناموس، التوقيت الزمني 4 دقائق
33 ثانية وجزءا واحدا من الثانية وتوقيت رمانه أحمد بن عبد الله المسرد الذي انتزع ناموس هذا الشوط. تهانينا والناموس المركز الثاني 4:33 وجزئين من الثانية وتوقيت مهمة وصلت على المركز الثاني جمعة بن سعيد بن راشد المهيري. المركز الثالث 4:33 سبعة أجزاء من الثانية هو توقيت حدث محمد بن عيسى بن محمد المنصوري بمتابعة عبد الله الوهيبي. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام انتهت.